اهلا صديق، كيف انت؟ وصل طلب؟ انت اطلب مرهم؟ نسيت، بعتت لانت ما شفت؟ انا واحد تاني، هديك مسؤول زيب وانا مسؤول ودي، وفي مسؤول اكد طلب، في مسؤول توصيل، في مسؤول مسؤولين. عن جد؟ ولا حبيبي هنا شركة كبير، ولا كيف زيب مساري؟ طب انا بقدر اعمل زيكم هيك شركة كبيرة؟ اعمل شركة، اعمل بركة، المهم زيب فلوس. يلا سلام. اعمل شركة، اعمل بركة. صباح الخير. صباح النور. هما جوا؟ تفضلي. تعتي ايش رأيك تشربي معي قهوة؟ لا انت يا فصام تشرب قهوة؟ طبعا انا اللي بشرب قهوة. ايش رأيك تتسلم على القهوة بهاي؟ شكرا. سوزان اهلا وسهلا، تعالي انا بالمطبخ. خلص الصفحة. مرحبا، معك زينة من شركة وسيطات بلا حدود. سيتم تسجيل المكالمة لغايات ضبط الجودة. مرحبا، معك زينة، كيف أقدر أساعدك؟ كلنا اسمنا زينة عشان هو اسم كتير حلو. اسمع، تعطيني لحظات خليني أشوف إذا البضاعة موجودة. رح أحاولك على قسم التوصيل عند زميلي زينة، قصدي زين. مرحبا يا أختي، تفضلي، وين موقعك؟ تمام تمام، اليوم إن شاء الله بكون عندك. اليوم بكون عندك. هلا 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 هلا. أنا صرت جبت طلبات أكتر، كله مرهم مرهم مرهم. اليوم بدي وصل. سني، أنا ما عندي وصل. يا الله شو أسوي؟ صح. مرحبا أبو سالم، بدك مصاري؟ قاعدة فاضية أغلب الوقت. بدك شغل وانت بمكانك؟ ايش في؟ مين معي؟ انا زينة، فتحت شركة بدي توصل لي الطلبات. بس اسمع، هيصير بناتنا، اسحق